والمتاع الدنيا قليل. والفيرما كما قلنا اخواني الكرام هي مجهزه بالكامل بالماتريال ديالها، بالخرفان ديال العيد ديالها، بالخرفان ديال الكورنات، اكثر من 700 راس. يعني قال لي السيد اللي خدام قال لي كنحسبوا عليه وما كيعلفوا كيدفعوا الكورنات كيدفعوا العيد الكبير، هما اللي برا في الارض ما قال لي اكثر من 700 راس يعني. وكتباع الفيرما كما هي مولاها عنده شرط واحد، هو الى باع يمكن له يجي يدير زياره ليها يدير كونترول لانها طلعها على يدو مجهزه من بدايه حتى النهايه، لان الانسان ملي كيوصل لواحد اللاج كيخصو يرتاح. هو شرط الواحد يدير فيها الزياره مره يجي يدير فيها الزياره والصلاه على النبي، هذا هو شرطه. ما باغي حتى شي حاجه، انا الحمد لله شبع باقي خصو الدار المسجد الدار. الله يجعلنا من اهل المساجد. وهذا الشيء اخواني الكرام ما هو الا قليل جدا، هذا خلف هذه البلاصه، هذه خلف الفيلا كما كتشوفوا عندها حتى هي الدخله ديالها الفيلا، بغيت تدخل ديالها بوحده معوجله على الفيرما كتدخل من الباب ديالها، هو هذاك هو الباب. هذا الشيء اللي طلعها اخواني الكرام. انا هذه الجرده هذه كتبقى من وراء سبتو على الفيلا. كاين هاد الشجرات هنا والفيلا من الخلف هي هذه، راه كيبان ليا تبارك الله قصر ماشي فيلا، مسبح بيسين ديالها تبارك الله كلشي مزال كلشي. شنو تصور راهينا ما نصورو اخواني الكرام، راه الفيديو راه غيجيكم طويل، ربما غادي نديروا له حلقات باش ننشروه على القناه ولا على الفيسبوك، ولكن نديروه كامل ما عندناش مشكل. اللي بغى يصبر يتفرج في الفيديو كامل ما شاء الله. هنا بلاصة الحليب، هنا بلاصة الحليب كما اخواني الكرام، باش كت حليب باش كيحلبوا البقر تقريبا واحد 25 بقرة بكل اتجاه، بحال هكاك واحد 25 بقرة في كل اتجاه كتحلب بطريقة ذكية جدا. أكثر من 700 راس ديال الغنم، أكثر من 700 راس ديال الغنم، أكثر من 700 راس. سي إبراهيم هو اللي مكلف، هو المدير ديال تبع، هو اللي مكلف بالخرفان. صح. يدير عزل ديال العلب واحد وتحط السردية تبارك الله عليك. الآخرين صغار. شلنا كلشي. هي خصها الخدمة. ديسير. أكثر من 700 راس، 700 راس غادي يلغي الماتيكا. هو هنا ملي كان عزيز مقابل هنا. أي الله يسلمك. الله ما شاء الله. أنا كنجي نهار اثنين ندي 10 إكرام، نهار خميس ندي 10 إكرام. سي إبراهيم. كنشكرك أخاي. الله يكبر فيك، يدير ليا واحد الصورة هنا مع الفيرما.